بلا شك في الوزن الزيادة، الواحد اللي عنده 135 كيلو ولا 140 كيلو ولا أكتر من كده بيبقى الاتجاه الوحيد في هذه الحالات إنه يتعمل له جراحة إنقاص وزن، تكميم معدة أو تحويل مسار. من ضمن المخاوف الكبيرة، ولهم حق على فكرة، خافوا قوي في الحكاية دي، إن هم بيخافوا يقول لك إيه، طب ما إحنا بعد ما يقل وزننا أو بعد ما نعمل العملية ديت ويقل وزننا يحصل لنا ترهلات. مش ترهلات بقى من شكل الترهلات بتاعه الحمل والولاده مثلا، لا لا اكتر، ومش بتاعه التخسيس بتاعه الرجيم، لا اكتر، لانه التخسيس بتاع العمليه اسرع شويه، اسرع من الرجيم مهما كان الرجيم. يعني انت في الرجيم هتعرف تخس، ان عرفت تخس هتخس قد ايه، وفي الاوزان العاليه دي مش اوزان الرجيم هياثر فيها، مش ال 160 و170 اللي الرجيم هياثر فيها، عمليه اللي هتاثر فيها. الناس دي من حقها تفهم هل الترهلات عالم التجميل بيتعامل معاها بحرفيه شديده، لانه برضه هم خايفين من الخيوط، خايفين من اماكن الجروح. هو الترهل في دماغ الناس دي ايه؟ حاجتين، هيتعامل معاها، هيعرف يشدها لي، ده رقم واحد. رقم اتنين، طب الجرح فين؟ حلوه دي، رقم اتنين، طب الجرح فين؟ سؤالين مهمين جدا. توقيت، هل ممكن اعمل كل الترهلات في الجسم ولا هعمل حته حته؟ ما هو ده برضه سؤال مهم جدا بعد عالم مهم اسمه عالم التخسيس او عالم جراحات السمنه، يدخل جراح التجميل. وحذاري، حذاري ثم حذاري، ان تمتد لجراحه التجميل شد الجلد حد غير جراح تجميل. يعني تتاخد، اقول لكم صراحه، تتاخد مقاوله نعمل جراحه سمنه وبعدين ندخل نعمل جراحه تجميل بعديها جراح، هوبا كده يا باشا انت بتخرف. الكلام واصل صح؟ صح. واعتقد ان ضيفي يمتلك اكثر واكثر لكي يقولوا في هذا المجال المهم جدا. طبعا قيمه علميه كبيره وسوبر ستار جراحات تجميل في هذا المجال، والاسم الذي يبهر دائما بحواراته وحكاياته التي اصبحت نقدر نقول عليها حكايات من داخل مركز. مركز مين؟ الاستاذ الدكتور حاتم الصحار. اي عيان بيعمل عمليه في وشه بيبص على وشه في المرايه 300 مره في اليوم. عمليه تصليح انف بالجراحه المفتوحه او بالجراحه المغلقه، ولا الحق للمريض انه يعرف الفرق بين الاثنين؟ احسن حاجه موجوده في العالم دلوقتي هي الدواء. لماذا اصبحت ترهلات الجسد بهذه الدرجه من الانتشار؟ زي كانت 50% بقت 80%، 30% زياده، دول سببهم العمليات السمنه اللي اتعملت دي. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، اهلا بيك يا دكتور حاتم. اهلا بيك يا دكتور. وحشني والله. انت دلوقتي الناس اللي عندها وزن زياده وبتروح تعمل عمليه تخسيس، تكميم معده او تحويل مسار، هم خايفين قوي بعد ما بيخسوا زي ما انا قلت كده يحصل لهم ترهلات، وفعلا بيحصل لهم ترهلات. بس انا عايز افهم منك ليه الترهلات بتختلف من شخص لشخص؟ واحده واحده بقى. انا بقابل العيانين دول في مرحلتين. المرحله الاولانيه العيان يجي لي 160 كيلو يقول لي اشفط لي الدهون اللي في المنطقه او اشفط لي كل جسمي. اقول له لا، انت محتاج عمليه من عمليات السمنه اللي هي سواء تكميم، تحويل مسار، مسار، اللي هي الحاجات. طب اعملها لي انت يا دكتور. لا، انا مش بتاع الكلام ده، في ناس مخصوصه للكلام ده. فدي اول مرحله بشوفها للعيان، ان هو يجي لي بطريق الخطا، ان هو فاكر ان ممكن الدهون بتاعته 160 كيلو تشفط. المرحله الثانيه العيان بعد ما عمل عمليه التكميم او تحويل المسار، اول سؤال امتى تروح لدكتور تجميل؟ انا بقول تروح لدكتور تجميل، مفيش دكتور بيعمل العمليتين مع بعض، ده تخصص وده تخصص تاني خالص. مينفعش اللي بيعمل عمليات سنه يعمل عمليات تجميل، وبتاع التجميل ما يعرفش يعمل عمليات سنه او اللي هي تحويل المسار او التكميم او وات ايفر العيان المفروض يعمل ايه. اولا التايمنج اللي تروح دكتور تجميل امتى؟ توقيت. امتى؟ رقم واحد بعد ما الوزن يثبت. تاني عشان الناس تفهم بس، تروح امتى؟ بعد ما الوزن يثبت. كلمه الوزن يثبت يعني انت بتلعب في 5 كيلو اباف او بلو، يعني انت مثلا لو
حوالين رقم معين، يعني مثلا 60 ليك ل 65 و55، بتلعب في الرقم ده بتتخن وتخس اللي هو زي اي انسان طبيعي. طب اشمعنى الوقت ده بالذات؟ عشان ما اجيش اشد ترهلات وتيجي تتراهل تاني. يعني انت مثلا بتخس مثلا 50 60 كيلو، جيت لي في النص، طب ما انا لو شديتك دلوقتي هتتراهل تاني. فاذا بعد ما تخلص خسسانك وتثبت لمده 3 الى 6 شهور يكون وزنك بيلعب حوالين رقم ايه؟ واحد، 5 كيلو اباف او بلو، 5 كيلو زائد او ناقص، ده الوقت اللي تعمل فيه عمليات السمن، عمليات التجميل، شيل التراهلات بعد عمليات السمن. يبقى اذا الوقت مهم. رقم اتنين، العيان بيجي لي سيكولوجيا صعب جدا. العيان شكله في الهدوم حلو جدا، او العيانه شكلها في لا مفيش تضخم. الكلمه اللي بقولها والله اصل انا بقولها، بقول لك على الكلام ده من واقع شفته من الناس. انا بندم على العمليه اللي بقى عملتها دي. انا بقى جسمي كله من غير هدوم شكله ايه؟ وحش. اقول له الاتي، العمليه دي لو ما عملتهاش كنت هتموت بالبطيء. كان في سكر، كان في ضغط، كان في اي حاجه. انا بقى شايف العمليه دي من العمليات يعني اللي غيرت مسار 50% من الكون. 50% عندهم سمنه. دول غيرت مسارهم تماما. بيت انسان صحي، الترهلات دي هتتشال. طيب يتكشف على المريض ازاي او يبص عليه ازاي؟ العيان بيخش اوضه الكشف يقلع هدومه كلها. شوف انا بتكلم اهو كلها، اشمعنى كلها؟ المره دي مش مجرد شد بطن ولا شد دراعات ولا رفع ثدي ولا تكبير هانش ولا، مش هي دي القضيه. الفكره كلها انت عاوز تشد الترهلات باقل جروح ممكنه باحلى شيء بيطلع. فانت لازم تشوف الجسم كله على بعضه عامل ازاي. لان التهورات مثلا هتلاقي مثلا الدراع ممكن يرمي مع تحت القبط، ممكن مع الثدي، وفي ناس لا، في ناس عندها تغيرات في الظهر، ما في ناس لا. فانت لازم تشوف الجسم كله عامل ازاي عشان تحط خطه لازاله هذه التغيرات. طيب احط خطه على اساس ايه؟ كل عيان له شكل معين يختلف عن الشكل الاخر. في ناس عندها بطنها بس، في ناس ضهرها والفخاد والكلام ده كله. المهم ان بيبقى في خطه عارف العيان هيعمل فيها كذا وكذا 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 بالترتيب. ما فيش حاجه تخليك تعمل كل ده مره واحده. ما فيش عمليه تتعمل لكل الجسم مره واحده. ده خطر. يبقى انا بتكلمك عشان يبقى التايمنج قلنا عليه، العيان يتشاف ازاي. طيب نبتدي بالاجزاء. كل حاجه من الدغيه ما حاجه واحده. الدراع. الدراع ليه؟ نتكلم على ست او راجل، الفخاد متغطيه في البطلونات او في الجيب. البطن متغطيه في الهدوم. الحاجه الوحيده اول حاجه بتبان، يعني كل الحاجات دي تبان من غير هدوم. اول حاجه تبان في الهدوم ومن غير هدوم الدراعات. الدراعات. ان هي بتضطر تجيب مقاس كبير عشان يخش في دراعها. تبقى باتمان. بالظبط كده. باتمان حاجه كده نازله كتير تحت وتبقى متضايقه جدا، متضايقه جدا. طب يا ستي ايه المشكله؟ انا دراعاتي وصدري. وتتكلم بقى على كل جسمها. نقول لا احنا بصي احنا هنعمل خطه، كله هيروح بس لينا خطه ايه معينه. الدراعات هتحتاج شد. طب انا عندي دهون. الست تمسك ده، انا لسه عندي دهون يا دكتور اهو انا ماسكه. يا جماعه في فرق بين الدهون وفرق بين سمك الجلد. في فرق بين الدهون وفرق بين سمك الجلد. ده اسمه سمك الجلد. لو شديت دراعك ده لفوق هتلاقي كل الجلد عمال يطلع ايه؟ معاكي. فاذا مفيش دهون، لو كان في دهون كان هتمنع الكلام ده كله. طب احنا في عمليات الشد بنشفط الدهون او بنشفط الدهون؟ مش عشان اخسس، عشان احدد. مش للتخسيس، للتحديد. طيب تحديد ايه؟ تحديد الجلد. في حاجات معينه بنشفطها عشان تدي الانسيابيه بتاعت الجلد. عشان نرسمه. نرسمه. يترسم. كويس. طيب هرسمه ازاي؟ اول حاجه بشوف دراعك وانت عامله كده. كويس. بشوف الحته اللي واقعه دي وهل هي مرتبطه بالثدي ومش مرتبطه بالثدي. طيب نبتدي بالدراع. الجرح بتاعي هيبقى فين؟ هي زي الست واقفه كده، ست ماسكه اهو، بس طبعا دي مش بعد العمليه، دي هي كده اصلا من الاول. كويس. اقول لها الجرح هيبقى في الجرح من جوه من هنا. هو اللي بيشفط اهو قبل العمليه، بنشفط عشان تحديدا. بيبقى من جوه من هنا. طب من جوه من هنا ليه؟ عشان يا ست الكل ما يبانش سواء من قدام او من ورا، لو انت لابسه فستان سهره او لو حتى قاعده في البيت لوحدك ما يبانش. الا لو رافعه لحد شبشب، يعني لو قاعده لجوزك رافعه له شبشب طول الليل والنهار، فانت هتبقى قاعده له كده. مفيش الكلام ده دلوقتي. شفت؟ ده التراث. شفت؟
لا حد بيرفع لحد. شفت اسمع بس كان شفت انا شفت راجل قاعد في العياده بتقول له اسكت لحد ما اخلص. قال له كده؟ والله العظيم. فانا بحاول اهول انا بنهدي النفوس. بهدي النفوس واقول له ايه؟ اقول له انا هذا رجل ما تقلقش. الله لا انكم لا انا لا مش معاكم في احنا على الهوا ولا مش على الهوا؟ على الهوا. طيب بس انا هسكت بس عشان يعني احنا اصحاب من زمان فاحنا عاوزين حبيبي حبيبي ربنا يسترها عليك. طب الجرح هيبقى كل ده يا دكتور هفتح جسمي كل ده. طب ما تفتح جسمي كل ده الجرح هيختفي. اه هيختفي. مفيش جرح بيفضل على حاله يا جماعه. اذا كان البني ادم نفسه بيتغير ملامحه من سنه لسنه. دايما بقول لها ايه؟ بحاول دايما اجيب حاجه قريبه من الست تفهمها. الستات اللي كانت بتطبخ كان عندها لسعه البطاطس هنا. انت فاكر لسعه صينيه البطاطس بتاعت او لسعه المكوى ايام ما كانوا بيكوا ايام. فبتبقى بني وعامله مثلثه كده تختفي مع الوقت. هي بتنساها و... طيب انت جلدك كده يعجبك؟ طب اعمل لي الجرح اللي من تحت الابط يا دكتور. اه في شد في شد الدراع من تحت الابط بس ما ينفعش تعمل معاكي. خصوصا ذو الترهلات الكتيره. الكتيره. جرح الترهل يتناسب طوله يتناسب مع كميه الترهل الايه؟ اللي حصل. اللي حصل. اه ممكن اعمل لك من تحت بس مش هشدك 100%. طيب عاوزك بقى ترفعهولي اقل حاجه ممكنه. لا ما لازم يبقى متناسب مع الجسم. ما ينفعش تبقى مازنجر يبقى عندك القبضتين الحديدتين يبقى من هنا تخين. ومن تحت ومن هنا. لما سنك. اه طبعا اساسي نينجا تيرتلز ده تبعنا يعني ده عصرنا كويس. ويبقى هنا رفيع. لازم يبقى الدنيا كلها متساويه ليها ارقام 1 2 3. يعني القطر هنا لاثنين لثلاثه. وعلى فكره بنقيسهم بالمقاسات جوه ايه؟ العمليه. فده الزراعه. طيب ده بيسمى ايه؟ اسمه نحت. انا عاوز الكلمه دي كل مره بتصير. النحت مش شفط، النحت رجوع الجسم لمقاييسه الطبيعيه. الطبيعي. سواء شفط سواء بالشد او شفط وايه؟ وشد. طبعا بيفرق تماما. بيفرق تماما. انا مش جاي تقول لي والنبي الحته دي اه فكرتني. العضله دي. دي العضله مش دهون. فده شد الايه؟ الذراعي. كنت انا دي قبل وبعد طبعا واضح قبل وبعد. جدا انه الدراع هو ده مقياس الصح لشد الجلد حواليه. ممكن كان يرفع اكتر من كده بس مش هيبقى شكله حلو. مش هيبقى شكله حلو. ما انا ممكن اشد لحد الاخر. انا ممكن اشد لحد الاخر بس مش هيبقى حلو. شكله حلو. الفكره كلها ما يبقاش دراعها من فوق من تحت مليان او عريض. مفيش هنا ارفع اضخم من هنا ابدا. ده مش انسان طبيعي. هنلبس كرسيه بعد العمليه بتروح نفس اليوم في العمليه دي. كويس اه شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ طبيعي. الجرح خلاص مش باين. طبيعي. طبيعي. كويس بيروح وبيبقى الدنيا شكلها كويس شكله متناسق مع بعضه. ده الدراع. ده الدراع. طب ننتقل للثدي بقى. الثدي. ليه هو بص الثدي يعني بيتاثر جدا بعد عمليات السن بيترحل وبقى وشكله بيختلف. شكله بيختلف والكرمشه خصوصا بقى بتبقى عندي المشكله الاكتر مع البنات قبل ما يتجوزوا لو عملوا العمليه يعني عملوا العمليه دي. يعني مثلا بنت تبقى وزنها كتير وتيجي المخاوف كلها بحط يا دكتور صدري. انا بنت ولسه ما اتجوزتش وصدري. طب الثدي 99 في الحالات هنحط سيليكون. اه طب ما تحقني دهون يا دكتور وتمسك لك الجلد كده وتقول لي انا عندي لسه دهون. يا حبيبتي دي مش دهون ده سمك الجلد نفسه. مش دي الدهون اللي بنحقنها في الايه؟ في الثدي. في الثدي. لازم هنحط سيليكون. السيليكون ليه؟ لان خلاص صدرك فضي هيحتاج يترفع والجلد وقع. عشان اعمل سبورت للجلد ده لازم احط سيليكون. في كام في الميه من الحالات؟ في 90 ل 99% من الحالات. يعني مفيش حاجه اسمها 100% في الطب وحضرتك عارف المعلومه دي. بالظبط. يعني 90 99% من الحالات هتحط سيليكون. هتحط سيليكون. مقاسه ايه يا دكتور؟ اللي يناسب لحجم عظمك. احنا متفقين لما نيجي نعمل اي حاجه المقاييس الثابته رفعت تخنتي شلت على راسك على ظهرك اهم حاجه مقاييس العظم بتاعتك ثابته. بنحطه وتبقى تحت العضله او تحت الثدي نفسه. ولازم هنشيل الجلد زياده عن طريق فتحه حوالين الحلمه وفتحه وخط بالايه؟ بالطول. والغحمة ربنا انت لو عملت العمليات دي على مدار 6 شهور مثلا او 3 شهور او شهرين واخر عمليه عملتيها الثدي اول جرح هيختفي ومش هيسيب اثر خالص هو الثدي. وليس معروف علميا او طبيا السبب ايه. انا شايفها دي اسمها رحمه من عند ربنا سبحانه وايه؟ وتعالى. بيسيبش اثر تماما. السيليكون يفرقع مش فرقع. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. ما فيش حاجه اسمها سيليكون بيفرقع. ما فيش حاجه اسمها طب بيبقى في بروجكشن او بنعمل بروجكشن مش الجلد زياده بترضع طبيعي لو هي ربنا كاتب لها الرضاعه بعد الخلفه. يعني كان ربنا كاتب الرضاعه هتترضع طبيعي ما فيش اي مشاكل على الايه؟ على الثدي.
كده استدي احنا خلصنا المنطقه اللي ايه اللي فوق. قبل بس ما نروح للبطن، ساعات بعد العمليه ديت البنت بقى بتخس ويكون حجم الثدي اساسا كبير جدا كبير جدا كويس، فيبان حجم الثدي وشكله بقى اكثر. ما هو ده هو 1% بقى، ده اللي بنعمله مغفع وتصريخ. ده 1%. طيب ده بنعمله مغفع وتصريخ زي ما قلت لك من 90-99% الثدي بيبقى واقع وفاضي ومتخخر، فده اللي بنحط لهم سيليكون. لو هو كبير وده النسبه اللي تتعدى من 5-1-5% ده بنعمل لهم رفع فقط وتصغير الثدي بما يتناسب مع جسمهم. في حاجه مهمه جدا، انا معلش انا هقطع على موضوع الثدي. الثدي عند الرجاله التثدي لا مش موضوع التثدي بقى دلوقتي. وراجل كان مليان 170 كيلو، عشان بس الناس تفهم الموضوع ده، 170 كيلو وخس، طبعا انت عارف يعني ايه 170 كيلو، بيبقى صدره كبير، ففضي بقى صدره نازل كانه فيميل لايك. ده حاجه، وبتاع التثدي حاجه تانية. تاني بتاع التثدي اللي بنفتح فتحه جوه الحلمه ونشيل الدهون، ده حاجه لوحده. ما في فرق بين الجينيكو ماستي واللايبو ماستي. كويس، ده بقى دلوقتي حاجه اسمها اكسس سكين افتر ماسيف ويت لوس. ده مش مشكلته ولا دهون ولا مشكلته غدد لبنيه. اذا مشكلته مش دهون يبقى اذا مش شفط. مشكلته مش غدد لبنيه، مش فاتحه عشان غدد لبنيه، مشكلته ايه؟ جلد زائد. الدهون اللي كانت موجوده عنده خساها مره واحده. فالجلد ايه؟ ده بص بقى، الرجاله تقبل اي ترهلات ما عدا ده. ما عدا ده. وانا جيت بتاع الحالات دي ذكي كتير جدا، لان خاصه نتائج عمليه التتميم وتحويل المصاب ابتدت تظهر دلوقتي. خلي بالك عقبال ما ياخد مثلا، احنا بقى لنا 3 سنين أو 4 سنين شغالين في الموضوع، عشان اكتر من كده بقى لنا كتير. بس النتائج بتاعتها ابتدت تبان لينا بقى دلوقتي، تجي لنا احنا دلوقتي. بقى الناس كلها بتشتغلها، فالناس بيجي لنا بقى ماسيف ويت لوس، ثابت وزنه جاي يشيل. اهم حاجه يشيلها صدره. الراجل بالنسبه للراجل الثدي، بيبقى في جرح واحد تحت الثدي بنشيل منه ترهلات، وبتبقى حلمه صغيره نفس المقاسات بالنسبه لاي راجل ايه طبيعي. كده انت خلصت المنطقه الجزء الايه الفوقاني. وطبق تاني بعيد، مش كله بيعمل الفوقاني الاول، هي حسب تقسيمه الجسم عامله ازاي. نيجي حاجه اسمها البيلت ديرمو لايبكتومي. ايه بيلت؟ كلمه بيلت تعني كلمه حزام. تعني كلمه حزام. ما معنى كلمة حزام؟ ان الجرح بتاعنا هيبقى في مكان الحزام، داير ما يدور. وهذا بيشد الاتي، بيشد البطن، الرجل من بره، ودي مهمة جدا عند الستات، بالهانش بالرجل من ورا. يبقى جرح ايه؟ واحد حوالين الجسم، منطقة الحزام، منطقة الحزام. وفي هذه الحالة لما نيجي عند البطن برضو، احنا قلنا في اي شد بنعمل شفط، الدهون اللي باخدها من البطن بحقنها فين؟ في المؤخر. لا، في الوش. انت ما تخيلش وش بنت، بس افرض عندك برضو ما انا هقول لك بقى اصلا هقول لك المؤخره دي مشكلتها في ايه؟ انا لسه انا هقول لك بقى المشكله في ايه؟ عشان الناس تفهم. الدهون احنا قلنا كميه دهون ايه؟ قليله. كويس؟ فالدهون انا قلت لما نيجي نحقن دهون في اي منطقه، مش كل الدهون اللي بنحقنها بتعيش، جزء منها بيعيش وجزء منها الجسم بايه؟ بيمتصه. البنت اللي بتخس ايديها وشها بيدي سن واحده عندها بلس 20، يعني لو عندها 20 هيبان انها 40، لو هي 40 هيبان ان هي ايه؟ 60. وشها كله واقع، فلازم اللي وشها ده الوجه اللي لازم ايه؟ تتشاف. الدهون اللي عندي ما تكفيش المؤخره. بقول لك اللي بيحصل بالظبط بقى. الدهون اللي عندي ما تكفيش الايه؟ المؤخره دي، خست 50-60 كيلو وبقى الهانش دروبت بس سيفنج اتس كونتور. يعني ايه؟ لو ليها هبط بس لسه في التكوين بتاع الايه؟ المؤخره. انما الوش بيبقى هو الايه؟ والايدين. نروح واخدين الدهون دي حقننها في الوش عشان نرجعها بس السن الايه؟ طيب شد البطن زي اي شد بطن ايه؟ عادي. جرح رحمكم الله. قال لي شو هنزل ليه؟ معلش انا عارف انت الجرح بيبقى في حز البكيني. سواء من قدام سواء من ايه؟ من ورا. بنشد بيه تاني البطن، جناب الرجل، المؤخره، الرجل من ورا. اللعبه كلها مش في البطن. اللعبه كلها بشد الجناب والمؤخره. دي اللي فيها صعوبه. دي اللي فيها فن. فن فن في ايه بقى؟ الست فقدت وزن كبير مره واحده. اوكي؟ فقدت وزن كبير مره واحده. طيب
لو انا شديت للاخر 100% هتبقى مسخ، فلات من هنا فلات من هنا وفلات من ورا، بقينا خلاص بقت ست عامله زي الصفحه اللي قدامك دي. راجل لايك وش زي الظهر، مالك زي كتاب، زي ما هو الراجل. راجل زي الراجل عنده غيبات شويه. راجل رفيع. التركه كلها التركه كلها شد واعمل كنتور. شد واعمل كنتور، لازم يبقى فيه شده والجلد مشدود، وفي نفس الوقت استخدم الجلد الكتير عندك ده انت تعمل جناب. تعمل كيرف للايه؟ للهانش. تعمل كيرف للهانش ايه؟ التاني. العمليه من اول هنا لحد ده هي صحيه. صحيه. صحيه تماما. مفيش تخدير. مفيش تخدير كله، لا صحيه. بس بتاخد وقت. لان الست بتتقلب زي الفراخ البانيه، مره على بطنها، مره على سيفها، مره على ضهرها، مره على سيفها، وبعدين ترجع تقيس تاني وتطلع الحاجات زي كلها زي ايه؟ حلوه الحاله دي. حلوه قوي الحاله. الحاله دي حلاوتها في ايه؟ هقول لك انا. تشوف الحاله قبل ما يخطرش في بالك انها ممكن توصل في الشد الى درجه. لا بتوصل اكتر من كده. بتوصل يعني اكتر من كده. الشد من العمليات الجميله جدا. يعني جدا، وعمليه ناجحه بمختلف المقاييس. كنت بقول لعيانه كلمه، يعني قالت لي مفيش حاجه في الدنيا مالهاش ثمن. يعني كل حاجه هتدفع قدامها حاجه. جرح الشد بتاع البطن او سواء الافخاذ او سواء الظهر من ورا ده ثمنه رخيص بالنسبه للشكل اللي تطلع فيه. يعني بس دي فيها شفط طبعا. لا ما هو كله اتفقنا كله بيبقى فيه شفط. ودي شد بطن عادي، شد بطن عادي، وخلاص ما بقاش في حاجه اسمها شد بطن عادي على فكره يا جماعه دلوقتي. شد البطن دلوقتي لازم يتعامل معاه تحديد الهامش. دي برضو بعد عمليه؟ دي برضو عمليات. عمليات. كانت عمليه وخست ووصلت كده. لا ما خستش، لا دي عمليه شد بطن عادي. دي لان مش 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 مش, مش بعد تكميم معده. لا لان بص على الاثنين زي بعض. ما حصلش مشاكل، انما انت طلعت حاجه غريبه جدا. بس عشان بقاش مجرد اشيل البطن بس، بقى بشيل البطن وبحدد الهامش. شويه. بص يا جماعه، الست او الراجل او الجسم بيتشاف كله على بعضه. انت مثلا تيجي بطنها، شوف الصوره الاولانيه، بطنها الكبيره مدغيه على الهانش اللي ورا، مش باين ان ليها هانش. تيجي تشوف بطنها هيبان هانش جزء، طب لو حطيت الهانش كمان هيبان الهانش كبير وهيصغر حجم ايه؟ بطنها. زي مثلا ست بطنها خفيفه جدا وصدرها صغير، طب انت لو كبرت صدرها مش هيبان ايه؟ بطنها. الانسان مش بيتشاف حته كده خلاص، منظور التجميل ان ابص على البني ادم الحته اللي تعباه او الحته اللي مضايقاه بقت خلاص اتس اوفر. انا ببص على الجسم كله ايه؟ على بعضه. نرجع تاني، شد الجناب وشد الهامش في الناس اللي فقدت وزن كتير ليه مقاييس معينه. ومقاييس هقول لك حاجه صغيره، ما ينفعش اشد للاخر. لسبب تاني بقى طبي. ما هو لو شديت الجلد على الاخر يعني هتوطي وتجيب حاجه من الارض ازاي؟ لان هيبقى في تراكشن جامد. طبعا. وهيبدا يتفتق الجرح. فالناس لو فاكره مجرد، لو الناس فاكره ان مجرد جلد بيتقص كان كل الناس بقت حلوه. عشان كده بقول لك اللي بيعمل العمليات دي واحد شغال في الموضوع ده فقط، موضوع جراحات التجميل. ليس له علاقه بجراحات السنه. يعني زي ما انا قلت في الاول ما ينفعش. هو انا ينفع اجي اشتغل بلون؟ انا ما اعرفش اعمل بلون يعني. ما اعرفش اعمل تكميم معده، ما اعرفش اعمل. انا ممكن انا استاذ في الجامعه لما بيجي يسالني الطلبه اعرف المبادئ، زي ما انت تعرف حبه في البطن وحبه في الجراحه. واعرف يعني ايه بتكلم عادي، انما مش شغال، مش شغلتي. مش شغلتي خالص. لا انت تعرف حبتين كويسين في البطن. مش انا لا لا. كنا بنتكلم على البوتاسيوم قبل كده ومش عارف ايه وبتاع، فلقيت ان انت ما شاء الله يعني. دي بطنه بس لازم نعرف برنسبل فيه. بالظبط، لازم ابقى عندي برنسبل عشان اعرف اتعامل مع العيال. بالظبط. كويس. طيب اعرف ان الجراح تتعامل عمليه حلوه لا ازاي؟ درجه الترهلات. درجه الترهلات. الناس لما بتيجي تعمل عمليه سمنه بشوف ناس بسم الله ما شاء الله. لما بتنزل مثلا 50 كيلو في 6 شهور غير ما تنزل 50 كيلو في 3 شهور. هم بيظبطوها لهم تظبيطه مظبوطه. مظبوطه بحيث ان كميه الغلط تقل. كل ما المتابعه كمان على فكره المتابعه بيلعب دور مهم جدا في ان هو ينزله ويتابعه عشان ما ينزلش مره واحده. بالظبط كده. ويعوضه بالفيتامينز ويعوضه بالحاجات دي. بالظبط بالظبط. فانا بقول يعني لما ببص على العيانه، انا جالي مثلا في الفتره دي 5 6 عيانين اللي عاملهم احنا بنقولها كده باللغه بتاعت معلم. معلم نذكر اسامي. معلم هو نفس الشخص. لا وفي معلمين كتير. لا معلمين بعلم معلم. اللي هو ايه؟ بطن وضهر. بطن ودراع. اللي هو ايه ده؟ طب انا هشتغل ازاي؟ طب انت مش عامل لي شغل، انا بحبه.
طب انا هشتغل ايه؟ طيب في جراحات السمنة في ناس متفوقه كتير فمصر. جدا جدا كويس. طيب نيجي بعد كده في ستات كتير لما تيجي تعمل شد الكلام ده المؤخره بتبقى فلات. يبقى اذا احنا بنحاول نحافظ على الكونتور. طب لو انت الدنيا برضه مش هو ده الست اللي هي ايه عايزاه، فهذه الحاله في حاجه اسمها بنعمل ديفينيشن للهانش. بشفط حته معينه بشفط للديفاين مش للتخسيس، فوق في مكان الحزام ده عشان يدخل الحزام ده لجوه فيبين الهانش ليه لبر ولبر. دي رقم واحد. او بعد هذه العمليه بتاعت شو احط سيليكون. لو عندي حبه دهون تانية المنطقه الثالثه اللي تتحقن بعد الوش وبعد الدراعات ممكن احط في الهانش عشان ازود جناب. بس في منطقه مهمه جدا عند بنات مش الناس مش العرقوب. ده بيبقى شكله وحش بالظبط وخصوصا بعد ما تخس. يا دكتور ده انا كانت رجلي بيتحكى بيها الناس دلوقتي بقيت ايه؟ عرقوب. عرقوب. طب يا ست الكل ايه الحل؟ ده انا ربيع قالت لي كلمه، قالت لي انا بقيت عامله زي ايه مش عارف الفرخه اللي مش عارف ما هو اقوى تندون بتاع الفراخ اقوى وتر بتاع اكيلس على مستوى كلنا الفرخ. يا سلام. اقوى تندون اكيلس ده اللي هو عرقوب الرجل. عرقوب الرجل هو باين قوي في الفرخ. بيبقى من ورا في النص. فده المفروض يبقى انت تشوف الستات بيبقى المفروض ما يبقاش في حته من هنا داخله داخله ما يبقاش فيه لازم يبقى كله ملفوف. فبتحقن دهون في بنحقن دهون ده. يعني لو في حبه دهون صغيرين ما خلي بالك انا كميه الدهون اللي معايا بعرف اتصرف فيها. فلما اتصرف في كذا مكان يزول ايد الوش الهانش لو كان ينفع معاك كميه كبيره او لا. طب كل ده كان مره واحده ما ينفعش يتعمل مره واحده تاني بحذر. هو ساعات يحصل تجاوز ويتقلل المريض يلا نعمل مره واحده خايفين عايزين ناخد يعني بالبلدي كده مراكز غير متخصصه. بص لا هقول لك عايزه تاخد فلوس من المريض وخلاص. ما هي هقول لك بس هنتكلم بقى نتكلم بصراحه لو انت مش واثق في نفسك هتعملهم كلهم مره واحده. لو انا واثق في نفسي كدكتور وهطلع نتيجه ايه ومفهم العينه كويسه انا مش خايف العينه ما تجيليش تاني. بالظبط شطور. كلام جميل. كلام صح جدا. انا دلوقتي اللي واثق في نفسه مش هيعمل حاجه لسبب واحد بس ان هو عارف النتيجه تطلع كويسه والعينه هتجيله لوحدها تاني عشان تكمل بيت الايه الحاجات. صح هي اللعبه كده. وممنوع ممنوع ممنوع تنقل دم لعين التجميل. مش محتاجه حرام. يا جماعه ما هو الدم نضيف. لا هو كده يعني في هو لا بس بين قوسين ممنوع توصل عينه التجميل لمرحله ان طب انا اقول لك حاجه في عيانين بيعرضوا عليا الكلام ده. عيانين او ده استغربت لها قالت لي انا ده لبنتها انقل لي دم لبنتي. لا ما هو عمل كل قلت لها هو انت لو انت خايفه على مش خايف على بنتك انا خايف على بنتك وخايف على اسمك. اصل في ناس كتير عندها برضو قله علم فانه بيعتبروا ان مشكله نقل الدم في تناسق او يعني ايه اول او لا في حاجات كتير ده موت اللي هو مش بس فيروسات والتهابات لا 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 في حاجات كتير قوي تاني هازارد وفيليا ومش عارف ايه يعني هم لازم يفهموا انه مشاكل نقل الدم عديده انا بلاقي حلقه لوحدها ده صفحتين كبار مكتوب فيهم مشاكل نقل الدم على مستوى الطالب في البكالوريوس بالظبط كده. طيب يبقى اذا اللعبه كلها لازم يشوف الجسم كله على بعضه عشان فاظبط هعمل ايه ومش هعمل ايه. تيجي بقى اخر حته ايه هي ما بين الفخذين دي ترهلاتها لوحدها بتشد الفخاد عشان يبان حاجه اسمها ريمبو. ريمبو ده اللي هو المعين بيبان يعدي بين الضوء بين الافخاد. ده بيتشال الجلد زياده بجرح. الجرح ده لما بحز البكيني من فوق لما يبقى بالطول على حسب كميه برضه الايه؟ الترهلات. طب يا دكتور العمليات دي مش خطيره ومش عارف ايه؟ لا انا مش بخش جوه جسمك انا كله على الطبقات الخارجيه من جسمك ولازم تفصل. احنا عملياتنا بتاخد وقت طويل بس لازم نفرق بين حاجه صغيره طول العمليه وخطوط العمليه. يعني لو كان زمان فاكر انابيب البوتاجاز انابيب البوتاجاز خلينا كلنا عند زمان ما كانش في الغاز دخل كل البيوت فموز البوتاجاز بيتغير في 3 4 دقائق. تعمل تريكو والدتك تعمل تريكو او مراتك لو بتعمل تريكو هتفضل فيه شهرين ثلاثه اني الاخطر الايدتين ثلاثه اخطر. طب يا دكتور الجرح من فين لفين؟ اقول لك على حاجه بسمعها من هنا لهنا. طب او من هنا لهنا طب كم غرزه؟ يا ابني احنا مش في عصر الغرز مفيش حاجه اسمها خطب الليزر والنبي عشان بس والله العظيم انا لحد دلوقتي يعني خلصت موضوع السيليكون بقاش حد يقول لي السيليكون بينا بقى خطب الليزر. الخياطه هي خياطه بس خياطه الغرز بتفك لوحدها وبقى مش بطول الجرح. طب ما انا اقول لك حاجه صغيره انت لو تخربشت كده من اول هنا لحد هنا مفيش مشاكل. لو حد غزك بسكينه 2 سم ودخل جوه بطنك ما هو صغير اهو يعني ده مش خطير؟
هو برضه ربنا يعني يعفو بالعقل، مالهاش علاقه بطول الجرح. عمليات ليست خطيره تماما ولازم هتتعمل. هي فنيه، هي عمليه ليها طلب صغير. الاباء والامهات، انا بتكلم بجد، ما تخافوش على ولادكم عيالكم من العمليات دي. شد الجلد، شد الجلد. لان هو كتير قوي بقت عملتها وبيخافوا ايه يعملوها. شد الجلد عمليه فنيه، واضح ان فيها فنيات كتير، عمليه هندسيه فيها درجات من القياسات، لازم اشد والجلد شد. وجماعه الهندسه اللي فيه هو درجه الشد، ما انا ممكن اشد قوي بس الاقي نفسي مش عارف اخد نفسي مثلا بعد كده، ممكن اشد قوي مش هلاقي نفسي عارف افرد ايدي، ده خطر جدا جدا. اشد قوي الاقي نفسي حركه رجلي فيها مشكله. يعني مثلا لما يجي اشد دراع ده في العمليه بتحط في وضع ايه في العمليه؟ بتحط في وضع تسريح الشعر اللي هو ده. عشان اجيب اخر مدى للحركه، لازم يبقى في جلد عندي اعرف اتحرك فيه. بالظبط كده، هي دي الفنيه بقى. ايه الفنيه؟ وارجوك يا جراح السمنه لا تتهور وتقول انا اكمل الشغلانه بان انا اشد الجلد. مفيش سمكاوي وميكانيكي، ده المهن العاديه مفيش سمكاوي وميكانيكي، مفيش واحد بيشتغل ميكانيكي وسمكاوي. نورتنا يا باشا. ربنا يخليك يا دكتور. حبيبي. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور حاتم السحار كان في الدكتور. برضو عايز قبل ما امشي اقول لعيان السمنه المفرطه ما تخسش بسرعه قوي، امشي ورا تعليمات دكتورك وطبعا تابعه بانتظام، ما تفقدش التواصل معاه لان المتابعه هي اللي هتضمن لك ما يسمى بالنزول الوزني الهيلسي الصحي. خليكوا دايما مع دكاترتكم، ما تهملوش المتابعه، المتابعه يا جماعه ساعات تكون في نفس اهميه العمليه الاولى، خليكوا دايما دايما مع دكتور. انسان من تراث خاص، بالاضافه الى كونه جراح قلب كبير المقام هو مهموم جدا بقضايا وطنه. الناس اللي بتشتغل جراحة قلب أطفال دول ملايك التشخيص والعلاج أكثر صعوبة شريان الأورطة، لازم تساعد ننقذ الشعب كل العيوب الخلقية. عدد القلب شريان المسؤول، ناس كتير جدا في مصر ما تعرفش ماذا تقوم به هذه الأكاديمية الهامة. الأطفال بنتعامل مع كل العيوب الخلقية اللي هي بتولدوا بيها، قدامنا وقت بيبقى قليل جدا. موجود معانا الناس بتاعه التدخل في الشرايين الدماغ اثناء السكته الدماغيه الحاده، اسم الطوارئ مفتوح 24 ساعه بحيث ان احنا نمنع حدوث التلف بتاع خلايا المخ. حضرتك قلت لي احنا بنشتغل ب يعني نسبه حوالي 30%. عندنا الفرصه ان احنا نوصل ل 100% من الكباستي. احنا دلوقتي في مرحله الاعتماد على النفس. الجراحات اللي هي التدخل المحدود بيساعدنا في ان احنا نساعد الجزء ده هو من المجتمع على ان هو يعيش حياته بعد كده بصوره طبيعيه. العيادات عندنا بيقوم بيها الاستشاريين او الاعضاء هيئه التدريس نفسهم. احنا بنتكلم على صفوه جراحين القلب الاكثر مهاره في العالم العربي كله.